اليوم اول نهار في رمضان وجالسه نعاود من نحضروا التكست ياسين كنتيو باش فطرنا فانا عاودت لاله بشرى علاش قلت لها انا فطرت بلي با ديال البارح في كنضحيو من اجل تورناج سمعوا المقادير مع ماما شاف بشرى اهريش. الاول الوعره ان في رمضان العصر عندي مهم ماشي العصر مع عصر ناتيوغال شريت 3 دلافوكات ويقرب الحليب وكندور على محلابه اللي تعصروا ليا حيت ما عنديش مولينكس. قال لي اه عطاتهم لي طحنهم كاين شحال هو يقول لي 15 درهم بحال شريتهم ماشي. مشيت للدار لا حريره لا شباكيه لا سفوف لا والو وحقرا لا ولكن نمشي لداري ونفطر مزيانه ولكن تبقى تفطر هنايا بالعصير بوحدو والخبز والفرماج مشكله. المهم تذكر فيصل مع الفطور الاول رمضان ماما صافية تفتحت لي هي الوحيده اللي تفتحت فينا جوا جوج فطاير درت امين حيت عيط ليها مع ثلاثه قال لي ماما صافية شنو فطورك لا برودكسيون بدات كتفطر زعما مرا كبيره والوطير تاهما حلو فيها وعطوها الفطور سقط قلت لك واش دزتي عندي بنتي فطرتي معايا كان لا مونتي بارك عليا العصر تما لا برودكسيون حنات غير ماما صافية ماما فاتين ماما بشرى لا المهم بهذا المنبر كنتوجهوا نقولوا للناس كاملين مبروك وشركم مبروك رمضانكم وهذا كنظن اطول رمضان هذه 33 عام اذا هذا اطول رمضان كنصوموا 16 ساعه فمبروك وشركم مبروك رمضانكم وشربوا الماء مزيان وقبلوا علينا والدور بها الشيباني مسامحه ودارت بينا الهام ولينا كاملين راس المحاين. رمضان كريم مبروك بالصحه والعافيه وداكشي كله اللي كنتمناو وما هادشي قلتوه في العيد مبروك العيد درتو في رمضان مبروك رمضان واللي ما دوزش في العيد مبروك الدخول المدرسي مبروك العيد الكبير درتو بشي حاجه مناسبه اخرى شي عيد وطني حتى هو زعما كل عام وانتم بخير وصافي هادشي اللي كاين.